قطعة سيد جاك معنا المقدم أفيحاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي. أهلا بك مقدم أفيحاي. أولا يعني البيان كان واضحا ما من إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، لكن لماذا يعني سمحت إسرائيل لكل هذا اللغط وكان هناك تأخر في الإعلان الرسمي والتصريحات الرسمية؟ أولا كان الحادث وقع لقرابة الساعتين، حيث أعلن في بداية الحادث عن وقوعه، أعلن أن هناك الصواريخ المضادة للدروع التي أطلقت من المنطقة اللبنانية أو من الأراضي اللبنانية استهدفت آلية عسكرية، مركبة عسكرية، بالإضافة إلى مواقع أخرى. بطبيعة الحال عندما تقع مثل هذه الأحداث، والحادث كان مستمرا أيضا بالرد الإسرائيلي، وكانت هناك بعض التفاصيل الأخرى، الوصول إلى التفاصيل الدقيقة كالمعتاد، لسنا كجماعات أخرى يطلقون الإشاعات ويطلقون بعض التصريحات وبعد ذلك يتراجعون عنها. عندما نعلن صراحة عن إصابات فنقف خلف كلامنا، ولذلك عندما تأكدنا من أنه لا تقع أي إصابات في القوات الإسرائيلية فأعلن ذلك بوضوح، بالإضافة إلى قولنا بأن هناك تم تضرر مركبة عسكرية من قبل هذه القذائف الصواريخ المضادة للدروع، وأيضا الموقع في منطقة أفيفيم أيضا تعرض لهذه الصواريخ لأضرار نتيجة هذه القذائف. طيب. مقدم أفيحاي، ما هي الأهداف التي استهدفها الجيش الإسرائيلي سواء عبر المسيرات أو السلاح الجو والقذائف المدفعية؟ كان الإعلام اللبناني يتحدث عن أن الجيش يقصف مواقع مفتوحة في منطقة مارون الراس ومحيطها. الرد على هذا الاعتداء كان أولا متمثلا باستهداف خلية مطلقية الصواريخ المضادة للدروع في منطقة جنوب لبنان، هذا من جانب. من جانب آخر تم إطلاق قرابة 100 قذيفة مدفعية باتجاه منطقة جنوب لبنان، مصادر إطلاق نيران، وأيضا كانت هناك ضربات من قبل المروحيات العسكرية باتجاه بعض الأهداف في منطقة جنوب لبنان. علينا أن نتحدث يعني هذا حدث تكتيكي، ولكن بشكل عام علينا أن نفهم عدة رسائل في هذا الموضوع. نحن نتحدث عن أراضي جنوب لبنان استخدمت من قبل منظمة إرهابية لإطلاق عملية باتجاه دولة مجاورة. يعني نحن نتحدث عن هذا الموضوع كأنه مفهوم وكأنه مقبول. الأراضي جنوب لبنان يعني التي تقع تحت سيادة الدولة اللبنانية استخدمت من قبل منظمة حزب الله الإرهابية لإطلاق اعتداء باتجاه دولة إسرائيل، باتجاه السيادة الإسرائيلية، وهذا شيء غير مقبول، غير مفهوم، غير واضح، هو فقط دليل آخر على تصرف الحكومة اللبنانية التي لا تحرك ساكنا في مواجهة ما نتحدث عنه من استغلال لبنان كمنطقة لأعمال حزب الله، أعمال حزب الله الطائفية الإيرانية الإرهابية. تحدثنا في بداية هذا الأسبوع عن مشروع الصواريخ الدقيقة لدى حزب الله، تحدثنا هذا الموضوع، كشفنا معلومات، كشفنا شخصيات، معلومات من هذا النوع نقلت إلى الحكومة اللبنانية أكثر من مرة وعبر أكثر من دبلوماسية سياسية وغيرها، ولكن الحكومة اللبنانية تحرك ساكنا. هذه الحقائق التي كشفنا عنها بالإضافة إلى هذا الحادث فقط تدلل على أن حزب الله يعمل في منطقة لبنان كأنها يعني صح يعني يستطيع أن يزعزع أركانها وأن يفعل بحرية. أطلق هذه العملية من منطقة جنوب لبنان الذي يحضر القرار الدولي رقم 1701 تواجده العسكري فيها. نعم. طيب مقدم أفيحاي، هل من الجانب العسكري انتهت هذه المرحلة من التوتر والمواجهة؟ ماذا عن حالة التأهب والاستعدادات والتحركات التي كانت أعلنت خلال الأيام الأخيرة في المناطق المتاخمة للبنان؟ رئيس الأركان الجنرال أبيب كوخافي أجرى قبل ساعة تقريبا جلسة لتقييم الوضع بمشاركة كبار قادة في جيش الدفاع من الاستخبارات والعمليات والقيادة الشمالية وجبهة داخلية وغيرها، واتخذت عدة قرارات أولها إعادة الحياة المدنية في شمال البلاد إلى تبعاتها بعد أن أصدرت بعض التعليمات واتخذت بعض القيود في هذه المنطقة، المنطقة التي تبعد 4 كيلومترات من الحدود مع لبنان، تم رفع جميع هذه القيود، هذا من جانب. ولكن حالة التأهب
والاستعداد والجهزية على الجوانب العسكرية وعلى الحدود الشمالية لا تزال مستمرة. هناك رئيس الأركان أوعز إلى الحفاظ على هذه الحالة تحسينها وأن تكون جيش الدفاع مستعدا لسيناريوهات متنوعة وفي الجوانب الدفاعية بطبيعة الحال وأيضا بالجوانب الهجومية. طيب يعني سؤال أخير أفحاي، في هناك من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من رحب بما جرى من جانب حزب الله ويعني أثار هذا التوتر، هل هناك استعدادات أيضا لدى الجيش الإسرائيلي في الجبهة الجنوبية في المناطق المتاخمة لغزة تحسبا لاندلاع يعني جبهتين في الشمال وكذلك في الجنوب؟ جيش الدفاع الإسرائيلي دائما هو مستعدا لمختلف السيناريوهات في كل الجبهات، وهناك قوات في المنطقة الجنوبية، هناك قوات في منطقة يهودا والثمرة، هناك قوات في منطقة الشمالية على امتدادها الحدود مع سوريا في هضبة الجولان وأيضا الحدود مع لبنان. هو جيش الدفاع مستعدة واتخذت الإجراءات اللازمة في كل الجبهات، والهدف هو أن يكون هناك أمور تبعية وأن تعود الأمور إلى تبعاتها، وهذا ما نفعله لكي يكون هناك ونحافظ على حالة الهدوء في جميع الجبهات. أشكرك جزيل الشكر المقدم أفحاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي.